تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم. شو اسم البرنامج دكتورة؟ صحة وسعادة. صحة وسعادة. دكتورة ندى الملا موجودة معنا في حلقتنا اليوم. أنا بترك لك التقديم اليوم، قدمي أنت. أعزائنا المستمعين، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي يأتيكم بالتعاون مع تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي، بالتعاون مع إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي، بالشراكة مع مستشفى الزهرة، ليكون نافذتنا المفتوحة على مؤسسات المجتمع وأفراده، وساحة تفاعل جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها، وغير ذلك من الموضوعات الطبية الحيوية التي تشغل بال الجميع. أطيب التحيات مني دكتور ندى الملا و محمود يوسف ومن طاقم الإعداد في هيئة الصحة وفريق العمل الإذاعي، فلكم كل الأمنيات أعزائي المستمعين وأصدق التهاني. يا سلام عليك يا دكتورة. إذن معنا اليوم في التنسيق حمد المعيوف، وفي الإخراج محمد الصفار. محمد الصفار، أفضل اسم ما شاء الله عليك دكتورة. لا زعلنا، أنا صار من زعل اليوم مرة ثانية. أرقام التواصل دكتورة معانا 600-55-1414 أو عن طريق الرسائل النصية على رقم 4006. اليوم قبل ننطلق إلى باقي فقرات برنامجنا دكتورة، انطلق قبل قليل منتدى دبي الصحي. هذا المنتدى الذي يقام برعاية كريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. طبعا المنتدى بتنظيم من هيئة الصحة بدبي على مدى يومين. ما نتعرف أكثر على تفاصيل هذا المنتدى مع الدكتورة منال تريم المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة بدبي ورئيس اللجنة المنظمة لهذا المنتدى. صبحك الله بالخير دكتورة. صباح النور، أهلا وسهلا. أهلا دكتورة منال، شخبارك؟ الحمد لله، الله يسلمك، أهلا وسهلا. دكتورة منال، طبعا منتدى دبي الصحي هو عبارة عن حدث كبير يعني يقع الآن في دبي، ورح يحضرها نخبة من جميع أنحاء العالم، فلو ممكن دكتورة منال تعطينا نبذة عن المنتدى في يوم الأول. إن شاء الله. هو الحمد لله بفضل الله بدينا أول أيام منتدى دبي الصحي. طبعا وصل نسبة الحضور لفوق 2000 شخص. ممتاز. الحمد لله انتهينا من الجلسة الأولى، والحين نحن في الجلسة الثانية عن الديزاين ثينكينج في الصحة. ومن ثم إن شاء الله بيتجهون الحضور لافتتاح حديقة الصحة التكنولوجيا، اللي هي راح تعرض آخر ما توصل للعلم في القطاع الصحي إن شاء الله. جميل. دكتورة، الجلسة الأولى عن شو كانت وكيف كان يعني تفاعل الجمهور معها؟ الجلسة الأولى كانت عن استخدام التصميم التفاعلي في وضع حلول للمشاكل اللي يواجهونها الأطباء وحتى المرضى. المفهوم التصميم الواقع والافتراضي هو أني أنا كيف أقدر أقدم خدمات أو حلول للمرضى بأني أنا أجعل المريض هو محور الخدمة، أني أفكر بتفكير المريض وأحط حلول للمشاكل اللي هو قد يعاني منها لما يطلب خدمات علاجية. جميل. وطبعا دكتورة منال، أنت ذكرتي أن تم افتتاح حديقة دبي التكنولوجيا للصحة، ومثل ما ذكر دكتور محمد أمس وقبله أن تكون الدعوة عامة للجميع لحضور هذه الحديقة، لأن بيكون فيها أحدث ما توصل إليه الطب في مجال الخدمات الصحية.
إن شاء الله هي بتكون الحديقة مفتوحة للجمهور غدا إن شاء الله مش اليوم إن شاء الله من الساعة 3 للساعة 6. فاللي حابب يشرفنا اللي يطلع على ما تم عرضه في الحديقة ممكن يتفضلون عندنا في جراند حياة. جميل، إذا الدعوة عامة غدا من الساعة 3 حتى 6 مساء لحضور ومشاهدة فعاليات حديقة الصحة التكنولوجية. دكتورة، أيضا من بين الأمور اللي وجه بها معالي رئيس مجلس الإدارة حميد القطامي، وجه أن التسجيل يكون مجاني للعاملين في القطاع الصحي في هذا المنتدى، فأبغى أتكلم يعني حضور الأطباء إلى هذا المنتدى، هل سوف يتم اعتماد الساعات المعتمدة هذه اللي تضاف إلى رصيد الأطباء؟ أيوة، نحن عندنا الحمد لله تم اعتماد ساعات التدريبية في المنتدى، 10 ساعات تدريبية، وراح يحصل للحضور على شهادات الاعتماد هذه بعد انتهاء المنتدى. طبعا دخول الأطباء والممرضين والعاملين في القطاع الصحي بالمجان كان حرص من معالي على أن الجميع يستفيد من جلسات المنتدى، والجميع حصل فرصة على أن يستمتع بالمعلومات الغنية اللي بيتطرق لها المتحدثين في هذا المنتدى. جميل، يعني العناوين جدا جميلة دكتورة في هذا المجال. ها دكتورة ندى، تطبيق التفكير التصميمي لخدمة المرضى، يعني عنوان جميل. بعد شوي عندكم دكتورة ظني الصحة في المدن الذكية. طبعا احنا الصحة في المدن الذكية طبعا معنا وهي غنية عن التعريف دكتور عاش بن بشر، صح، اللي هي المدير العام لمكتب دبي الذكية، وراح يحدثونا عن أهمية تطوير الخدمات الصحية في منظومة المدينة الذكية. طبعا المدينة الذكية لها مشاريع عديدة ما تقتصر فقط على الصحة، ولكن الصحة جزء مهم جدا عند يوم الواحد يحط استراتيجية للتحول الذكي يخدم المدينة ويخدم المجتمع كاملة. فكان من الضروري أن احنا بعد نسلط الضوء على الخدمات الذكية في الطب، ومش فقط الخدمات الذكية لكن شو ارتباطها بمشروع دبي مدينة ذكية. جميل دكتورة منال. طبعا عقبها بيكون في جلسة حوارية مع مجموعة من الوزراء، مثل ما حضرتك تعرفين والمستمعين بعد يعرفون أنه وجود وزراء كان لهم باع طويل في مجال الصحة هو عبارة عن إثراء لمثل هذه المنتديات. فممكن تعطينا بس نبذة دكتورة منال عن اختيار الوزراء أو المعالي الوزراء لهذه الجلسة الحوارية، وشو أبرز النقاط اللي بتكون في خلال هالجلسة؟ طبعا احنا في اول دوره لهذا المنتدى حبينا ان احنا نستضيف وزراء دول الخليجيه بصفتهم انهم هم يخدمون نفس المجتمعات اللي نحن نخدمها بنفس التقاليد ونفس معرضين لتقريبا نفس الامراض اللي شعبنا في الامارات هي قد يكون معرض لها. فاجى الاختيار على دوله عمان ودوله قطر. طبعا مثل ما انتم سمعتوا ان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه اعلن من السنة اللي فاتت عن تغيير اسم وزارة الصحة إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع، نعم، على أساس أن الاستراتيجية الجديدة للصحة يجب أن تسلط الضوء على وقاية المجتمع والpublic health اللي هو الطب المجتمع. طبعا نفس الشيء حصل في دولة قطر، ولحد بعد صار نفس الشيء في سلطنة عمان، حيث أن سلطنة عمان حاليا ما شاء الله عليهم يعني عندهم برامج جدا قوية في الصحة العامة. صحيح. فحبينا أن نحن يشاركونا في تجاربهم هذه وتبادل الخبرات الاستفادة من التجارب اللي هم مروا فيها. جميل. بيكون إن شاء الله معنا وزير الصحة القطري الأسبق معالي عبد الله القحطاني من قطر، ومعالي احمد بن محمد السعيدي من وزاره الصحه بسلطنه عمان، بالاضافه وزير الصحه الحالي في عمان. ايضا دكتوره بيشارك كذلك معالي عبد الرحمن العويس كذلك في هذه الجلسه. طبعا معالي عبد الرحمن العويس وزير الصحه ووقايه المجتمع في دوله الامارات، ونحن ما بنقدر ابدا ان نحن نسوي هذا المنتدى من غير دعم من الوزاره ودعم شخصي من معالي، فلكل الشكر والتقدير. ايضا دكتوره في مشاركه من وزراء اخرين في برامج المنتدى، في يعني في 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 حلقه انا ان شاء الله لازم احضرها لانها تحمل اسم برنامجنا الصحه والسعاده.
اي هذه عاد الحلقه النقاشيه هذه ضروري تحضرونها مش بس للمسمى ولكن للمضمون. صحيح. يعني هذه الجلسه راح نستضيف فيها معالي عهود بن خلفان الرومي وزير دوله السعاده، ومعاها هيلي تومس اللي هي الطفله السي اي او في امريكا اللي اسست مؤسسه تنشر فيها السعاده عن طريق اتباع نمط حياه صحي خاصة في المدارس. فهذه من الجلسات اللي كلنا نتطلع وننتظرها ونبغي نحضرها إن شاء الله. دكتور أنا جذبني موضوع الطفلة السي او. طفلة سي او ها دكتورة كم عمرها؟ هي 14 لما هي حاليا 14 بس هي صارت سي او أسست المؤسسة هذه لما كان عمرها 10 سنين. 10 سنين. ولقت دعم كبير طبعا من أهلها وأقاربها ومعارفها. كان الغرض من تأسيسها لما عرفت أن والدها أصيب بمرض السكر. وكان من الضروري على أساس أن يشجعون والدهم أن كلهم يتبرون في البيت أسلوب حياة صحي. جميل. كلهم يغيرون طريقة حياتهم، فهي حبت أن المجتمع كل يشاركها في هذه المبادرة، وفعلا تفوقت وقدرت تأسس مؤسسة لنشر هذه الثقافة في المدارس في الولايات المتحدة. جميل. عمدة أوكلاهوما الدكتورة في علم تجربة جميلة كانت بتكون في أيضا جلسة نقاشية تتحدث عن مسيرة مدينة نحو الحمية والغذاء الصحي. طبعا هو في أوكلاهوما مثل ما انت عارفين العمدة عندهم قبل تقريبا 5 سنين أطلق مبادرة اللي هي اسمها سيتي كونان بايت، أن المدينة كلها تمشي على حمية غذائية صحية على أساس أنهم يوصلون لمعدل كتلة الجسم كل سكان المدينة يكون في الطبيعي. فهو قدر من خلال المبادرات اللي قدمها اللي بيحدثنا عنها اليوم في المنتدى أن يعني نزل معدل كتلة الجسم لكل المواطنين في أوكلاهوما نزلت إلى الحد الطبيعي. فهو نجح في هالشيء في وقت كان الجميع يعني عن طريق وسائل الإعلام وغيرها كان يشك في أنه في قدرات على أن يقدر يتوصل لهذه النتيجة، لكن الحمد لله قدر يتوصل لها بدعم طبعا كبير من الحكومة الأمريكية وبدعم كبير من سكان مدينة أوكلاهوما. فهو احنا حابين ان احنا نستمع لتجربته ونتعلم من خبراته ونشوف كيف نقدر ان احنا نطبق مثل هاي المبادرات عندنا في الإمارات إن شاء الله. طيب دكتورة أنا هناك الكثير من الفعاليات الأخرى في البرنامج العلمي للمنتدى، ولكن حن اليوم عدينا الفاصل اللي المفروض نطلع فيه قبل 3 دقائق، لكن قلنا ما ناخذ الدكتورة أكبر قدر ممكن لأن عقب ما نحصل شادري بدشين البرنامج العلمي. لا بس في غير يا محمود، في الدكاترة كلهم موجودين في يوم الخير والبركة ومستعدين. أول يوم ندور الرؤساء أول شيء. ندور كلنا رؤساء، كلنا فريق واحد، والله يبارك فيهم ما قصروا الجماعة صراحة. يعني جهودهم وجهودكم أنتم بعد الإعلاميين ويانا جبار لكم كل الشكر والتقدير. دكتورة منال تريم مدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى دبي الصحي 2016، شكرا جزيلا لك. شكرا لك دكتورة. شكرا بعد هالمداخلة الجميلة من دكتورة منال. طبعا أتوقع اللي ما سجل في المنتدى الحين سمع كلام دكتورة منال تشجع يعني تحسن. ممكن توجهون دايركت للدكتورة لأن التسجيل الإلكتروني وقف. نحن ما نطلع فاصل مستمعينا وما نرجع. صحة وسعادة. ورجعنا لكم في برنامج صحة وسعادة من بعد الفاصل، وزميلي محمود معاي في الاستوديو. أنا معاي في الاستوديو. لا بالعكس أنت اللي مشرفت لنا دكتورة. إذن برنامج صحة وسعادة متواصل معكم مستمعين الكرام. أرقام التواصل معنا 600-551-414 أو عن طريق الرسالة النصية على الرقم 4006. اللي حاب يتواصل معنا عنده أي استفسار، عنده أي ملاحظة، عنده أي يعني اقتراح ممكن يساهم أنه يطور الخدمة في مراكزنا الصحية. كم مركز عندنا ما شاء الله دكتورة؟ 13 مركز، وعندنا مراكز تخصصية و4 مستشفيات. اللي يبغي يوجه أي خدمة في هذا الصدد ممكن يتواصل معنا لأنه بيساهم في تطوير خدماتنا بشكل أو بآخر. قبل الفاصل كنا نتحدث عن منتدى دبي الصحي.
الأول اللي انطلقت فعاليات اليوم الساعة 9 كانت الجلسة البداية، كان نتحدث عن منتدى مع الدكتورة منال تريم. دكتورة، من بين الجلسات اللي موجودة في المنتدى في اليوم بتكون الجلسة الأخيرة إن شاء الله لليوم الأول، التثقيف الصحي في وسائل الإعلام الاجتماعي، موضوع مهم جدا نحن يعني ما نتطرق له بشكل آخر دكتورة، ما نتكلم عن موضوع الناس اللي يدورون العلاج مالهم عن طريق الإنترنت. في وايد ناس يعني تحصلينهم على الإنترنت قعدوا فصفصوا الحالة مالتهم، قالوا كذا كذا وطلعوا الأدوية، شخصوا حالتهم على الانترنت. ايه، فنبي نتكلم عن هذا الموضوع اليوم. طبعا محمود، هذا موضوع جدا مهم، ان الناس الحين ما نقول مع زحمة الحياة، ضيق الوقت، ممكن ازدحام المراكز الصحية، الناس تحس ان هي يعني تحس انه بصعوبه توصل للمركز، مع ان المراكز اللي موجوده ما شاء الله يعني مراكزنا موزعه بحيث انه مثل يكون كل فريج لا يعني توزيع المراكز عندنا جدا مدروس، بحيث انه كل منطقه سكانيه المركز قريب عليها فتوصل، حتى ممكن الناس كثير مشي يوصلون مشي، يعني في مراكز جدا مو يوصلها مشي، فما حتى ما في داعي تحرك السياره، بس الناس بعد يستسهلون ان الانترنت مفتوح وشبكات التواصل مفتوحه. ففي بعض الناس يجون العياده يقول انا شخص حالتي على الشبكة العنكبوتية، دخلت أنا عندي الأعراض 1 2 3 4 ودقيت انتر وطلع لي مجموعة من التشخيص، وبناء على التشخيص اللي كان موجود على الانترنت أنا وصلت لنفس العلاج. أوكي. لأن التشخيص موجود ويقول لك أن عندك المرض الفلاني هذا مكتوب تحت بعد العلاج. فشو صحة هذه المعلومات؟ احنا دائما نقول ليس كل ما يعرض على الانترنت هو صحيح. ليش؟ في ناس يقول ترى هو موقع طبي، صحيح، ولكن ليس كل موقع طبي موثوق، في كثير من المواقع المعروفة والناس استعملها وايد، وفي محركات البحث لو دخلت اي تشخيص بغيته يطلع لك، او حتى من هالمواقع اول مواقع تطلع لك يعني البحث فيها عاني، كثير من الناس العاديين ممكن يدخلون على هالمواقع ويكتبون اي مقال طبي. صحيح. ما يكونوا اطباء. صحيح. يعني انا لو ما كنت طبيبة ادخل على هالموقع انزل مقال اكتب عن اي مرض، عن الزكام، عن الكحة، عن الربو، عن اي مرض اقدر اكتب، لان هذه مواقع مش موثوقة، بالتالي تسمح لاي شخص من غير ما يكون عنده رخصة، من غير تأكد انه هو طبيب او يشتغل في المجال الصحي انه يكتب. بالتالي انت تخيل لما تعتمد على رأي انسان غير طبيب ما يكون يشتغل في المجال الصحي، هو كاتب بإفتاءاته الخاصة أو من قراءاته الخاصة أو من خبرته الخاصة كاتب لك مقال في أعراض وفي تشخيص وفي علاج، فشو صحة هذه المعلومات؟ أكيد ما على الأقل 70% ما تكون صحيحة. جميل. لكن دكتورة، حين الواحد يوم يكون يعاني من مرض معين أو شغلة معينة يجب عليه أن يطلع على جميع المعلومات الخاصة بهذا المرض. صحيح. أحيانا يمر عند الدكتور، يمكن الدكتور يعطي معلومات أو أشياء ممكن يناقشه في هذا الموضوع. صحيح. الناس دائم يعني مثل ما احنا دائما نقول صار عندنا شيء اسمه المريض الذكي او المريض الفاهم او المدارس، لان المرضى الحين قبل ما يجي العيادة يكون باحث على الشبكة العنكبوتية او على الانترنت وماخذ وايد من المعلومات. سهولة المعلومات ممكن تقرون، احنا دائما نقول اقروا المعلومه للتثقيف، يعني لمعلوماتكم الخاصه اقروا وسووا ابحثوا في الانترنت، الانترنت مفتوح واقرأوا، ولكن لا تعتمدون عليه كتشخيص او كعلاج. محركات البحث ما تقدر، لو محرك البحث او الانترنت يعطيك تشخيص من غير علاج لا اذا ما بيكون في حاجه للطبيب. احنا الطبيب يعتمد على تاريخ، يعني يسالك الاسئله اللي هو يسالك اياها لما تيجي العياده، فهو يبني قراره بناء على هذه الاسئله. محركات البحث عباره عن جماد، تكتب مثل يقول 1 + 1 = 2، ممكن التشخيص ينطبق عليك ممكن لا ينطبق عليك، لأن بعض الأعراض يعني تمشي أو تكون في أكثر من مرض، فأقروا صح ولكن ارجعوا لطبيبكم، حتى لو يونا احنا العيادة ممكن نعطيهم مواقع موثوقة طبية المعلومة فيها صحيحة 100% بناء على دراسات ممكن يستقوا منها المعلومة الصحيحة. نحن أحيانا يتصلون فينا بعض العملاء يتحدثون عن مرض معين دكتورة، معظم الدكاترة يقولون لازم تمر تشوف الدكتور. صحيح. ويفحصك، لأن وايد صعب أن أنا بعطيك معلومة هني عن المرض عن كذا، لكن ما أقدر أشخصك.
صحيح. في الأشياء البسيطة حتى إحنا مثلاً ممكن قاعدين في العيادة وايد مرضى يتصلون فينا على المكتب دكتور أنا عندي شي الأعراض المعينة أنا شو أسوي؟ إذا كان الأعراض واضحة وبسيطة شيء بسيط نروح نوصف فيه العلاج عبر الهاتف حنوصف إحنا نروح نساعدكم يعني ما ربكم تتعبون تيون عيادة. ولكن إذا الدكتور إذا كان دكتور يسمونه السيف دكتور أو دكتور الآمن إذا أنا شكيت ولو 1% الأعراض ممكن يكون فيها شيء أعمق من الكلام بس يقول المريض أو ممكن يكون له دلالات أخرى فعشان أنا أكون طبيب آمن أقول للمريض تعال العيادة مو بالقصد أن نتعبكم ولكن لمصلحة المريض أولا. طبعا زيارتك العيادة بيكون ضغط على الطبيب يعني أنا أزيد مريض على المرضى اللي موجودين عندي ولكن عشان أكون طبيب آمن وأعطيك أنت أفضل رعاية. جميل. نحن ما نتواصل وما نتكلم أكثر عن هذا الموضوع ما نتكلم عن التجارة الصحية الإلكترونية اللي صايرة في شبكات التواصل الاجتماعي بعد الفاصل. اللي حاب يشاركنا مستمعين على 600551414 أو عن طريق الرسائل النصية على الرقم 4006 4006. وبعد الفاصل إن شاء الله ما نتواصل معكم. صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. إذا قبل الفاصل كنا نتكلم مع الدكتورة ندى الملة دكتورة عن موضوع التشخيص الإلكتروني اللي الناس يحاولون دائما أن يشخصون أمراضهم عن طريق الشبكة العنكبوتية يقوم ويصرف حق عمره أدوية ويروح يأخذ من الصيدلية وخلاص وأنه سوى دكتور الحين. طيب نحن تحدثنا عن هذا الموضوع قلنا أنه موضوع خاطئ جدا يجب في عملية التشخيص أن يشوفك الطبيب ولكن هذا لا يمنع أنك تتكون لك ثقافة طبية عن الموضوع بشكل صحيح. بشكل عام صح. الحين متوجه موضوع ثاني دكتورة له علاقة بهذا الموضوع ولكن في بعض الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي أكاونتات خاصة بيبيع لي زيت الشعر المجرب لحارب الصلع ولا بيحط لي أدوية معينة للتخسيس زين لا فوق هذا قاموا يبيعون قمل بعد نتكلم عن دكتور أنور الحمادي يبيعون قمل على الأونلاين يعني عشان تطويل الشعر يعني تخيلي. فأبغى أتكلم عن هذا الموضوع بالتحديد يا ترى شو مدى إمكانية أني أنا ممكن أخذ هذه المستحضرات الطبية سواء كانت شعبية ولا كيميائية وأقعد أصرف على نفسي؟ مثل ما قلنا محمود هي فكرة أن الواحد يأخذ دواء من غير استشارة طبية هي هذه اللي احنا دائما نركز عليها ويكون عليها علامة استفهام. طبعا الحين أي حد يفتح أي موقع التواصل الاجتماعي بيلاقي أدوية صارت تجارة الأدوية يعني أنا مرات أشوفها صارت أكثر من أي تجارة أخرى يعني قبل كنا نقول تجارة الثياب مالت الحريم والأشياء الثانية الحين صارت تجارة الأدوية على مواقع التواصل الاجتماعي رائجة جدا وسامحوني ما أقول لروجها أنتو أنا كتاجر أنزل إعلان لمنتج دوائي إلا ينجح هذا المنتج هو الناس اللي تابعني والناس اللي تشتري فتلاقي اللايكات بالآلاف والناس تقول عطني علبتين ثلاث علب وتقول بنت خالتي جربتها واستفادت وأنا بشتري من عندها كل هذا في خضم كل هالمنتجات الدوائية اللي تنباع الواحد يوقف حيران يقول يعني هل نقول كل هذه منتجات أو شيء غير مرخصة فهمت هل هي فعلا ضارة إذا كل الناس قاعد تشتري يعني تلاقي يعني أنت لو تقابل أي حدا الحين على الأقل جرب منتج أو اثنين من مواقع التواصل الاجتماعي يقول جربت يا فيتامين يا زيت تطويل شعر يا دواء تخسيس احنا دائما نقول بعض الأدوية أو بعض حتى ترى الفيتامينات احنا بنقول أدوية لا نقصد فقط الأدوية العادية كل المكملات الغذائية حتى الزيوت ترى زيوت الشعر زيوت مال تطويل الرموش أدوية التخسيس فيتامينات كل هذه عبارة عن أدوية أو مكملات غذائية بعضها لا تظهر آثارها الحين يعني ممكن أنا أخذ الحين دواء تخسيس أو فيتامين حق تطويل شعر أو تطويل أظافر أو أي شيء لا تظهر أعراضها الجانبية عليها الحين تظهر مع الزمن هذا أول شيء. ثاني شيء أي منتج ينباع على الإنترنت أو في شبكات التواصل الاجتماعي في ناس يقول كيف هو منتج مش مرخص ممكن واحد يكون يبا معاه من برا الناس اللي تسافر برا على البلاد ممكن تجيب معها أدوية تقول الاستخدام الشخصي ولكن الغرض منها البيع في وايد أشياء تنباع
خارج البلاد في صيد يعني هناك لا ليس عندهم نفس الرقابه اللي عندنا احنا هني. يعني هني ما في اي دواء يدخل الصيدليه اللي يكون مسوين عليه فحوصات ومرخص ولكن في بعض الدول ما عليها منهيات عالميه من الاف دي اي وتلاقي محطوط عليه تجارب وكل شيء. في دول خارج الامارات ما عندهم هل الصرامه في التعامل مع المنتجات الدوائيه وحتى المكملات. فتلاقي في الصيدليات مالتهم موجوده حتى في السوبر ماركتات او الجمعيات اللي برا البلاد تلاقي موجود على الارفف والناس تاخذ منها عادي من غير وصفه طبيه. فلازم نحذر حتى من المكملات الغذائيه. ليش انا دائما اركز على المكملات؟ الناس تتساهل يعني فيتامين شو يعني كل يقول فيتامين شو بيسوي؟ هذا مو دواء، هذا مكمل غذائي او فيتامين. ليش لازم نحرص نخاف منه؟ المشكله ان معظمنا الحين ياخذ مكملات غذائيه، يعني كل حد عنده في البيت مكمل غذائي ياخذه موصوف له من عياده او يا من برا البلاد، زائد مكمل غذائي اللي ياخذه من مواقع التواصل الاجتماعي او من الانترنت احيانا يكون نفس المركب او نفس الماده موجوده في كل هالمكملات الغذائيه، بالتالي تترسب في جسم الانسان وتؤدي الى مضاعفات. مثل فيتامين د ممكن يكون موجود في كل المكملات الغذائيه اللي تاخذها، بالتالي ترتفع نسبته في الدم ويسوي لك تسمم في الدم. تسمم في الدم. غير هذا الدكتورة يعني حتى أنت حين يوم خذته أنت كيف متأكد أن هذا المنتج أصلي أصلا؟ كيف تتأكد أنه أصلا بعد تم حفظه بطريقة صحيحة؟ ممكن حطنا شحننا في شحن العادي الكارغو العادي في الحر وفي الشمس وما تم حفظه بطريقة سليمة، هذا يعني بعد يأثر. المخاطر اللي متواجدة من وراء هذه التجارة كبيرة جدا، وفي حالات مرت علينا بشكل كبير دكتورة في مستشفياتنا من وراء المواد اللي تم شراها عن طريق حسابات التواصل الاجتماعي عبر الانترنت. وايضا دكتوره كنا نتكلم حتى كذلك عن خلي مساله الترخيص، احنا ما بنتحدث عن الترخيص، بنتحدث اذا الدواء نفسه كان اصلي ولا لا. صحيح. هل هو مخزن بشكل جيد؟ هل تم حفظه بشكل جيد؟ هل ما زالت الصلاحيه؟ صح. ما تم تزويرها؟ صح صح. فالمسألة تجارية بتة أكيد. وأتذكر واحدة من المرضى يأتني العيادة قالت لي شريت فيتامين مال تطويل شعر. تقول المندوب اللي جاب لي الكرتون كراتين الفيتامين مفروض في سيارته، مفروض في سيف الشمس وفي الحر. فتتخيل هل هو معقول في نهاية اليوم بينزل هذه البوكسات أو الكراتين بيحطها في مكان بارد لين ثاني يوم؟ زائد جونا لا يساعد، فهم هذه يتم نقلها يوم يطرشوا لك، يتم بعث الأدوية حقك من موقع من موقع طلبتي من عنده، كيف يتم نقلها لك؟ يتم نقل بسيارة عادية غير مبردة في الشمس في الحر، ممكن تنحط في السيارة 3 أو 4 ساعات ليه ما يوصل لك هذا المندوب أو الدليفري هذا لك. فهذه المدة شو استوى في الدواء؟ تتم في تفاعلات كيميائية ممكن حتى لو شميتي أو كلتي ما تحس في أي فرق، ما يكون في تغيير لا في اللون ولا في الطعم، ولكن يؤدي إلى تفاعلات داخل الجسم. أرد أقول ما تطلع الحين بعد مدة، في ناس يقول أنا أخذ كورس كامل ما سوى فيني شيء، ما يطلع الحين يطلع في المستقبل. فنحاسب يعني هذه مسألة جدا مهمة نبغي من الجمهور دكتور أن يعون لها. وأيضا هناك جهات رقابية تراقب مثل هذه الممارسات اللي يجب اتخاذ يعني إجراءات مشددة عليها. إيه إجراءات صارمة جدا في عملية. صحيح. أن الواحد يتلاعب بحياة الناس بهذا الشكل. أكيد صح. لكن الأهم نحن نتحدث عن وقاية المجتمع، صحة المجتمع. الأهم أنت عزيز المستمع أنك تعي مسألة أن أخذي لهذا الدواء قد يكون من غير استشارة طبية قد يكون ضرر كبير علي أنا. بعيد المدى، ضرر بعيد المدى وايد مهم أن نركز على النقطة، أن الضرر ممكن بعض الضرر يتم الحين وممكن بعده، والباقي الضرر يكون على المدى البعيد. في بعض الأشياء دكتورة نحن نقول إذا ما ضر إذا ما فادك ما ضرك. ما بضرك، بس هذا لا، إذا ما نفعك بيضرك أكيد أكيد أكيد. هو حتى النفع ماله ما أدري، يعني أنت شو اللي تسعى له من خلال النفع؟ يعني خاصة في مسألة التخسيس مع الوزن دكتورة، يعني الأضرار اللي شفناها على المرضى اللي كانوا يجون في المستشفيات وكذا ضرار كبيرة. مال التخسيس يا محمود ما تتخيل، إذا عشان ما أكون مبالغة كل أسبوع تقريبا 3 أو 4 مرضى وبالعادة من النساء يعني يجون العيادة يقول والله دكتورة لقيت منتج على وسائل التواصل مع نزل الوزن وخذته ونزل وزني وأنا بصحة أحسن من قبل. فأنا دائما أقول لهم سؤال واحد، إذا هذا منتج فعال ليش هيئة الصحة ما تدخل صيدلياتها؟ مو إحنا أولا ندخل نعطي المرضى السكر
والضغط إلا عندهم أوزان كبيرة وعندهم السكر والضغط متأثر جدا بزيادة الوزن ولازم ينزلون وزنهم، ولكن لم ندخل أي منتج يساعد في تخفيف الوزن، لأن اكتشفنا أن منتجات تخفيف الوزن ما بقول كلها بقول معظمها لها آثار بعيدة المدى على صحة الإنسان. فأنت كيف إذا في شيء الهيئة نفسها ما وفرت لك إياه عشان صحتك؟ لأن إحنا مثل هدفنا وقائي، يعني إحنا نبغى نقي الناس الزايدة وزنهم، ليش ما نوصفهم هدوية عشان ما يجيهم السكر والضغط والكوليسترول في المستقبل؟ بس إحنا ما نعطيهم لأن في لا آثار بعيدة المدى على القولون، على الشعر، على الجسم، على الجهاز الهضمي كامل. جميل. كان في تحذير من وزارة الصحة ووقاية المجتمع من عدم الانسياق وراء ظاهرة الترويج الإلكتروني للمنتجات الطبية المختلفة. تخيل يا دكتورة، الإحصائية اللي الوزارة أوضحتها أن الإحصائيات الدولية الصادرة من منظمة الصحة العالمية بيّنت أن أكثر من 95% من الأدوية المتداولة على الإنترنت أدوية مزيفة مخشوشة، وأن حجم تجارة الأدوية المزيفة بلغ 100 مليار دولار سنويا. وانا قلت 70% بعد عشان ما يقول دكتور انت تبالغ. شوف وزاره الصحه قالت 95%، منظمه الصحه العالميه 95%، يعني كل شيء تقريبا كل شيء يباع على وسائل التواصل مزيف. 100 مليار دولار سنويا حجم الادويه المزيفه، تخيلي يعني ضخم، مبلغ ضخم. هذا دكتوره هذا قطاع كبير، يعني يجب ان المساله نحن ما فيات واحد ممكن يتكلم عنها، لكن أنت كمستمع، أنت كشخص يا أخي لا تنساق وراء هذه الأمور. وايد مهم أن يكون عندك وعي بهذا الموضوع، أنك صح. أنت ما تنساق خلف أي دعاية ولا أي شغلة حطوا لك صورة قبل وبعد، وتعرفين الشعر الواحد طويل وكان قبل شعره قصير، أو كانت متين عقب صارت وايد ضعيفة. هذه صور القصد منها الترويج فقط، فأنتوا لا تنساقون وراء الدعايات، إلا على خصوصا الدعايات الثانية على الأشياء الثانية الغير التي لا تمس الصحة ما علي، ولكن أي شيء يمس الصحة فكر 100 مرة قبل أن تشتري. يقول لك صحيفة الاندبندنت قالت حذرت من شراء الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة المواقع مجهولة المصدر. تقول أن هنالك كوارث صحية كبيرة تصيب الأفراد وهم قادرون على تجنبها عند التصدي لهذه الطريقة في شراء الأدوية وعدم الانقياد للإعلانات المغرية، وجعل الصيدليات هي المنفذ الوحيد للحصول على جميع الأدوية والمكملات الغذائية. طبعا هيئة الخدمات الصحية البريطانية أكدت أن مثل هذه الأدوية تتعرض للغش التجاري، وقد تصيب الأفراد بالعديد من الأمراض، منها التهاب الكبد الوبائي، بعض أنواع السرطانات بسبب الكريمات والدهان، الالتهابات المزمنة، أمراض تهاجم جهاز المناعة، خاصة أن أغلب شركات الأدوية التي تطرح منتجاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليس بينها وبين أغلب البلدان التي تشتري المنتجات اتفاقيات شراء تحمي المستهلك من الأضرار المترتبة على تناول هذا الدواء، ولا يكون للمشتري أي حقوق لدى الشركة عند تعرضه للمخاطر. يعني أنت قاعد تلعب بحياتك. صحيح صحيح، يعني قاعد تبلع مادة أنت لا تعرف في شو مكوناتها أصلا، وما تعرف شو ضررها، وهل أنت لست متأكد من فائدتها، هل هي فعلا بتسوي لك المرجو منها أو لا. فبالتالي الأفضل واحد يبتعد عنها، أو أنه يستشير الطبيب. والله أنا قريت المقال عن هذا الدواء ينباع على الإنترنت، هل أشتري ولا استشير طبيبك؟ إذا أنت في شك لا تستشير صديقك أو أخوك، لأن إشارة شخص غير طبي ممكن ما يعطيك أفضل رأي، دائما استشير الطبيب. طيب أيضا دكتورة، يعني ما أدري إذا في شيء ممكن نضيفه على هذا الموضوع الخاص بعملية التجارة الإلكترونية بحياة الناس، صراحة أسميها أن التجارة هي تجارة بصحة الناس محمود. بس أنا بقول حق ناس عن مثال واحدة من المتعاملات يتني العيادة. كان في منتج مشهور على وسائل التواصل الاجتماعي من زمان، من أكثر من سنة، بسكوت معين تاكل العلبة في اليوم ويساعد على إنزال الوزن، وكان وايد من الناس شروا منه. المتعاملة يتني العيادة كان عندها فجأة صار عندها بقع في كل جسمها، تكسرات في الأوعية الدموية صار عندها تحت الجلد، فسوى عندها رذوذ في كل الجسم. لما أنا سويت لها التحاليل سألتها الأسئلة، شوف ما عندها شيء. يوم أنا سألتها عن غذائها اكتشفت أنها كانت تأخذ هذا البسكوت لمدة شهر،
لإنزال وزن، فعلا نزل وزنها ولكن أثر عندها على عمل الصفائح الدموية عندها في الجسم، بالتالي صار عندها تكسرات أو تجلطات صغيرة تحت الجلد. فهذه هذا على المدى البسيط، يعني هي خلال شهر استعملته. في ناس يأخذون حبوب تخسيس أو حبوب للشعر شهور طويلة. وفي واحدة بعد يتني كانت تأخذ حبوب تنزيل وزن، صابها جريب الصلع، يعني صاعد تساقط فظيع في الشعر من الحبوب مالت التنزيل. فهذا جزء بسيط من احنا نشوفه يوميا في العيادة. فاحنا لما ننبه ونقول للناس لا تشترون او لا تاخذون مش من فراغ، يعني احنا ما نقول بس عشان والله بس اخذوا من الصيدليات وتدفعوا بيزات زيادة. طبعا الادوية في الصيدلية تكون طبعا مكلفة اكثر، والله بس احيانا بعض الادوية في وسائل التواصل تكون غالية مو برخيصة، فتستغرب كيف واحد يدفع 500 او 600 درهم في علبة دواء هو اصلا مو متأكد من وين جاي ولا شو مكوناتها. وممكن لو راح بساطة للصيدلية او للطبيب ياخذ استشارة وياخذ دواء ارخص منه بس يكون امن على جسمه. فما نبغى مجازفات في مجال الصحة، لأن الصحة لا تقدر بثمن، إذا راحت ما ترجع مرة ثانية. يعني تي في غرشة دبة ماء كذا حاط لك زيت زي لون أسود، يقول لك زيت أم ما أدري منو لعلاج تساقط الشعر، مقري عليه بعد يقول لك أحيانا ما أدري يمكن ما أبغى أقول على هو لكن لا موجود محمود. احنا يوم تشوفها وسائل التواصل يعني تستغرب. انا لا انا ما استغرب من اللي يبيعون، طيب انا استغرب من اللي يشترون هذا يعني اللي يبيع، يعني هو كل واحد حر يبيع اللي هو يبا، ولكن الناس اللي تشتري لا انت مو بحر تنصب على الناس بعد، لازم هي ناس صحيح صح لازم تكون في قوانين رادعه بهذا المجال. لكن الفكره وين دكتوره؟ يعني هذا انا احيانا بفتره وفتره اقرا خبر في الجريده ان تم القبض شو اسمه عصابه نصب واحتيال، جاينا واحد يحول بودره شيء كذا ويسويها فلوس. انزين يعني هذا ضحك على الذقون مثل ما يسمونه. يعني انا يعني في كيف انا اقدر اصدق ان في السحرة، يعني يقول لك انا احول بودره البيزات او احول 1000 لل 100000 بس انت عطني الحين 1000 واحول لك 100000. هذا ضحك على الذقون واللوم على اللي يصدقهم. بالضبط هذا نفس الموضوع اللي يسويه على السوشيال ميديا، نفس الموضوع اللي قاعدين يسوون الجماعه هذيله. عموما الخلاصه شو دكتوره؟ الخلاصة ليس كل ما يباع على مواقع التواصل الاجتماعي أول شيء أصلي مثل ما قال محمود، ممكن وايد أشياء أدوية تكون مزيفة وليس آمن. ليس كل ما يباع آمن، دائما استشر الطبيب قبل شراء أي منتج حتى تكميلي. نقول نأكد على كلمة تكميلي لأن الناس تتهاون في المكملات الغذائية والفيتامينات وحتى الزيوت وحتى الكريمات. لا تصدقون كل ما يقال على وسائل التواصل الاجتماعي لأنها جارة في الأول وفي الأخير. لا يهمهم صحة المستهلك، هي المهم التجارة والكسب والربح فقط. جميل. إذن الأنظمة الصارمة اللي تطبقها الدولة في الرقابة ومكافحة الغش الدوائي يعني الحمد لله نجحت في الحد من هذه الظاهرة العالمية من الانتشار داخل الدولة. أيضا الدولة ما زالت مستمرة في تطوير بنيتها الرقابية لمكافحة تسرب الأدوية والتنسيق مع يعني الهيئات المعنية، منها هيئة تنظيم اتصالات لحجب المواقع اللي تروج لمثل هذه الأدوية المزيفة. وأيضا الحمد لله الإمارات تحتل المركز الأول عربيا والخامس عالميا من حيث تعزيز الرقابة على الدواء. في عندنا مجموعة أسئلة. نقول السلام عليكم سيدي سموحة بالخدمة، هذه مش لنا. في سؤال يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، برنامجكم الطبي والصحي في شركة اسمها قايل اسمها وتبيع وموجودة في دبي، تبيع منتجات ومكملات غذائية بدون حسيب ورقيب، وأقصد بذلك الكميات اللي تباها بدون وصفة طبية. هذه الشركة يليت حمدة حولينا على الرقابة عندنا، منتشرة على التواصل الاجتماعي، أنا ما بقول اسمها عشان ما أسوي لها دعاية زين، لكن مناخذ الموضوع هذا للمعنيين. أيضا حبيت أشارك باقتراح بخصوص التأمين الصحي على الموظفين، وهو أن يكون هنالك أن يكون هنا تجديد الإقامة والإقامات الجديدة، وذلك لتخفيف العبء المادي على الشركات الصغيرة وكذلك لتخفيف الضغط الكبير على شركات التأمين. بوفيصل
زين، هذا موضوع أنا بتكلم فيه، اسمحي لي دكتورة. موضوع التأمين الصحي في هذا المجال يا جماعة الخير، التأمين قرار تم إصداره قبل 3 سنوات، وتم تمديد المسألة بالنسبة للشركات الكبيرة والشركات المتوسطة والشركات الصغيرة. الشركات الصغيرة هذه المفروض مع نهاية 2015 هي صلحت أوضاعها، إنزين تم تمديد المدة 6 شهور لين نص 2016، إنزين مع ذلك عشان هذا بعد مددت الهيئة 6 شهور على أساس أنه تعطي هذا الموضوع. ومسألة ربطها بالإقامة هي موجودة، الربط قايم، القانون يقول أنه يجب عليك أنك أنت تعالج العامل اللي موجود عندك، بتعالج القانون، الأفضل أنك أنت تأمنه، أرخص لك وأوفر لك وأفضل لك ما دام عندك هذا النظام. إنزين هذا 2-3، أنت عندك مثلا عامل باجل على إقامته شهر، جيت أمنته، حطيت 550 ل 650 درهم، أمنته، خلص فعلنا وتاخذ مداخلة دقيقتين، خليه يدخل معنا مو مشكلة. إنزين أمنته وخلصت بعد شو اسمه ما تخلص إقامته، اي طلع بعد شهر، هاي الفلوس اللي أمنت فيها تقدر تحطها حق عامل ثاني أو تقدر تسترجعها مثل السيارة، مثل تأمين السيارة. يعني وايد سهل. من معانا؟ عفوا، ألو، السلام عليكم. سلام ورحمة الله. أنا عندي دقيقتين أختم، تفضل تفضل أخوي، تعرف عليكم. مرحبا بحمدان، الله يحفظك. أنا باختصار عندي مشكلة شوي بسيطة، عندي عيالي 3 طبعا ورب راسي الله يعافيهم إن شاء الله جميعا، الله يعافيهم. فانصرف لهم الدواء برع لأمريكا كوليك أسد من شركة معينة ثانية، هي غالي صراحة جدا غالي، يعني الكاتولة الوحدة 5000 درهم. فلما جيت هنا قال لا هالدواء اللي في بديل الدواء هذا هو نفس الكولاسيد بس في شركة ثانية بس سعرها ثاني، هاي كبسولة ب1000 هاي كبسولة ب30 درهم. فأنا حاولت أتواصل مع شركة الغالية هاي، فقلت دواكم غالي صراحة يعني تسيم كل المستشفى، ما هم عندهم وسيط هني في الشرق الأوسط في الإمارات في دبي يعني. أبو عبد الرحمن أبو حمدان سامحني، أنا ممكن أتصل فيك باكر بداية برنامج لأن موضوع وايد مهم نتكلم عنه، لأن الوقت أزف عندي. أنا أتمنى إن شاء الله، بس أنا أتمنى تحت اللي هو الدكتور بس كاستشارة. زين بكلم فيها لأن الموضوع اللي طرحه أبو حمدان موضوع مهم دكتورة. أكيد. وأنا آسف إني أنا ما قدرت أكمل مع المكالمة. ما محسوب لك الوقت. الله يسلمك. أتمنى إذا في مجال. بتصل بك الحين عقب البرنامج. ولا يهمك محمد. تامر بحمدان. إذا مستمعينا وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم، على أمل أن ألقاكم إن شاء الله ما مطلع ليش مطلع باكر إن شاء الله، مطلع الصباح مطلع الصباح الساعة 10 إن شاء الله. شكرا لك دكتورة ندى على يعني تقديمك الجميل ومرافقتك معنا في حلقة جديدة من برنامج صحة وسعادة. مستمعين الكرام، منتدى دبي الصحي ما يزال أعماله مستمرة، نتمنى من العاملين في القطاع الصحي أنهم يتوافدون على المنتدى. وغدا إن شاء الله مثل ما قلت الدكتورة منال في بداية الحلقة، هنالك الحديقة التكنولوجية، حديقة الصحة التكنولوجية بتكون مفتوحة للجمهور من الساعة 3 حتى 6 صباح مساء. شكرا حمد المعيوف، شكرا ميثا بن بيات، مشكورة، يعطيكم العافية. يعطيكم العافية، ونلقاكم إن شاء الله غدا، وحتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم صحة وسعادة. بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.